يا اركضي، شوفي ايش في بالغرفة جوا، فوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا. رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي في فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد منوريني ومشرفيني بالقناة. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة، إذا قاعدة تشوفيني قبل الفطور جيبي حاجة علشان تشربينها، وإذا قاعدة تشوفيني إذا قاعدة تشوفيني قبل الفطور، لا لا تفطرين، بعد الفطور تحطينها في رقبتي، جيبي حاجة علشان تشربينها، وإذا قاعدة تشوفيني قبل الفطور احتسبي الأجر. يلا كذا مع بعض خلونا نبدأ الفيديو. الحين حابة أعرفكم على قناة وصفات لؤلؤة. يا بنات اجبروا خاطرها، اجبروا الخواطر وجبروا الخواطر على الله. إذا جبرتي خاطر إنسان يسخر لك الله سبحانه وتعالى ليجبر خاطرك. قناتها جدا بسيطة، وصفات للطبخ بطريقة سهلة وميسرة. بخليها هي تعرف على قناتها، وبخلي لكم رابط القناة تحت في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت. الله يوفقك حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. انا معاكم من وصفات لؤلؤة، قناة سعودية مصرية بتعمل جميع الوصفات، ودي عينة من الوصفات اللي احنا بنعملها. ياريت تخشوا عندنا في القناة وتشوفوا الوصفات بتاعتنا، وان شاء الله تعجبكم. وياريت للي عجبته القناة بتاعتنا والوصفات بتاعتنا ياريت يدعمنا باللايك واشترك في القناة، وإن شاء الله استنوا منينا وإن شاء الله استنوا منينا وصفات صعيدية وسهلة وبسيطة لكل الناس اللي عايزة تعرف أكل الصعيد ووصفات الصعيد. إحنا بنعمل كل حاجة وجميع الوصفات، وإن شاء الله اللي حابب أي وصفة صعيدية ياريت تكتبها لنا في الكومنتات، وإن شاء الله القناة بتاعتنا تنال إعجابكم. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. حياكم الله، ورجعنا كذا من أول وجديد. طبعا شايفين طالعين الحين، حنا أنا وأبو سارة بس عشان سارونا بالحضانة. حضانة سارونا مسائية تبدأ الساعة 8 وتخلص الساعة 11:30، فنبغى نطلع الحين كذا. معي أغراض بنزلها عند الخياط، بعدل على فستان سارونا حق العيد شوي، وكمان نبغى نطلع نجيب اليوم إن شاء الله دولاب سارة أو خزانة ملابسها زي ما قلت لكم، علشان خلاص خزانة ملابسها تستشهد. بوريكم خزانة ملابسها القديمة بس أوصل إن شاء الله البيت، وكمان بتروحون معاي علشان بنختار الخزانة الجديدة. حابة أقول لكم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، تشوفون بيتي وين؟ اللي يقولون يا أم سارة أنت ليش تمشين بالظلمة وبشوارع مظلمة وبشوارع ما أدري شو؟ شوفوا تونا طلعنا للشارع الرئيسي، شايفين؟ طول الوقت وحنا نمشي بالظلام الدامس، عشان يا بنات هذا موقع بيتي هنا. انا ما اروح للظلام والاماكن هذه، لا، انا موقع بيتي اصلا بمكان مظلم، ما في اناره، والعمران اللي فيه جديد، علشان كذا الحي هادي ومنعزل شوي، بس والله لا اكثر ولا اقل. يلا الحين مع بعض كذا خلونا نبدا الفيديو، ويلا كذا ننطلق على بركه الله ونشوف وين نبغى نروح. طبعا احنا عندنا اسواق، هذه الاسواق اسواق محلات عاديه، يعني ماني رايح المجمع كبير ولا اسواق ماركات ولا شيء ولا براندات ولا اسواق كبيره، ابدا ابدا، محلات عاديه بسيطه بناخذ منها تقريبا كذا خشب وطني. تعرفون الخشب الوطني يكد ويعيش معانا. فرحنا اليوم المحل صغن، مش صغنون كبير هو، بس يعني مش ماركه، بس والله عنده اشياء حلوه وزينه. وتعالوا خلنا نشوف نلقى الدولاب الموعود ولا ما نلقى. وصلنا هنا الى محل اسمه محل سلامة للأثاث، تمام؟ ان شاء الله يا رب نلقى عنده اشياء حلوة. شوف اخر شيء الدوليب، يا الله ما اداني الطاولات المذهبة اللي كذا، ديني ودين الطاولات هذه نرفزني. هذه الطاولات هذه الموضة الذهبية اللي نازلة، مع احترامي لكل الأذواق. شوفوا هذه مرة عجبتني، مرة حلوة، تفول حتى ديكورها ريفي، شايفين؟ مرة أنيقة، وفيها مراية بعد، طبعا ماني قادرة أقف قدام مراية لأنها تعكس. هنا تعليق، وفي دروج من تحت، في هنا 4 أبواب، وهذا كبير. في بعد هنا فتحة. شوفنا الدولاب، يبغى أشوف في جديد ولا لا. سعرها يا بنات 900 ريال، ومعلم كاسر كذا عطانا إياها ب800. خلوني أوريكم هنا إيش في بعد.
فراج، شفتوا الله، شوف حلاوة الأباجورة، خيالية، شوفوا وقعت في غرامها، شكلي باخذها. دقيقة، شوفوا مرة أنيقة، مرة أنيقة، أخذها، مرة حلوة. الحين أخذها، في جديدة، في مغلفة، يمكن أخذ ثنتين صراحة، على أنها قديمة، سعرها 35. شوفوا مرة لطيفة، بأخذ هذه وهذه. بس خلينا نشوف الدولاب وش صار عليه. يقول إن آخر حبة اللي موجودة في جرح بسيط، يمكن انزلنا، بس ابغى اشوف كم. يعني انا اليوم حاسه بغمته، ماني عارفه ليش. خلوني اشوف. شوفوا عندهم ركن قهوه في اناره بعد. شوفوا الاباجورات طلعوا خربانات تمام، فقالنا ابغى اشوف، يعني مو خربانات، السلك اللي فيهم مقطوع، فقالنا بشوفهم زينات ولا لا، بجرب لمبة يعني وبنشوفهم حلوات ولا لا. هذا الرف يا بنات سألته بكم، هذا ب700، ما يستاهل صراحة. هذا المطبخ شوفوا، مرة لونه حلو أنيق، ما بحبش الأبيض، ما أحب الأبيض. عندي أخذ بني زي كذا ولا أخذ أبيض. وللناس فيما يعشقون مذاهب. خلاص كذا طلعنا من المحل، خلينا بس كرسي بوريكم اياه ان شاء الله باذن الله تعالى بفيديو ثاني. كرسي عشان المكتب حقي، الكرسي تبع المكتب حقي هذا تبع المطبخ، مش تبع يعني مو كرسي احنا شارينه كذا للمكتب، هذا اللي طنطن عندي تجاهلوه. المهم الدولاب ما خذيناه، قلنا نبغى نشوف خيارات ثانيه. واقول لكم الاباجورات طلعت انا مره حزينه عليهم، مره عجبوني، يقول لي زوجي هذه خلاقي. يقول لي انت ايش تبغين هذه خلاقين ما تنشري يا شيخ، امشي خليهم بس. المهم قلت ماني طالعه الا انا اشوف الاباجورات. المهم الحمد لله طلعوا خربانات. اي والله طلعوا خربانات، يعني طلعت وانا مره حزينه عليهم، مره حيل حلوات، كانه نقش صيني، كانه هاند ميد، لان الرسم واضح يدوي. يعني ان شاء الله القى زيهم ان شاء الله، حيل كانوا بخاطري. يلا الحمد لله على كل حال. جينا هنا عند محلات ثانيه، من اليمين في مفروشات رمز نجمة الشمال، وهنا قدامي في مفروشات خلف. خلونا كذا ننزل. جينا هنا، من هنا يوسف اتوقع. شوف هذا مرة كبير، خير. ايش بلاي اتمايل، مرة كبيرات، مريض كذا. اها في من هنا، دقيقة، هذولا دولاب 3 باب 650. شوف هذولا يوسف، تصدق في نفس هذاك. شوف اي حاطين الاسعار. ما شوفوا في هذا يشبه هذاك، بس هذا بابين. هذا بابين 550 يمكن. طيب لازم اشوف اشوفها من داخل يوسف، ابغى اللي بها دروج، ابغى هذه اللي بها دروج، هذه تبغى تفتحهم. يلا خلي زوجي يفتحهم بس. شوف لا هذه مريتها يوسف، هذولا هذا هذه. شوف ها حلوة تعليق، ويمين شوف كمان تعليق حلو، هذا هذا جميل، بس الدرج مو مضبوط يوسف اللي تحت. شوف كلهم صح، ما خذينا لانه في محل ثاني قدام. قلنا نبغى نروح نشوف وما نستعجل، يعني خلينا نطلع كذا. شكرا للتنبيه.
جينا هنا يا رب نلقاه يا رب. يقولنا فيه ما أدري. حلوة الغرف هنا مرة رايقة. لا شوف لي علي صار يسار يوسف. هذا؟ لا. هذا هذا خزانتي هذا خزانتي شوفه. هذا خزانتي هذه. في أشكال هنا على اليسار. أنا بأخذ الحاجة. شوف. مشكلة هذه مرة كبيرة أبغى لها حاجة ناعمة. شوفوا هنا. أنا أبغى لي برفوف كثير عشان أخزن. خلاص كذا خذينا دولاب الحمد لله، خذينا حاجة مرة حلوة وما توقعنا كذا السعر ما شاء الله السعر مرة مناسب حلو. اللي ما يستعجل يعني يلقى. كنت باخذ الأول فقال لي أبو سارة أصبر شوي. صدقا الأول الديكور أحسن يعني كديكور من برا أحلى، بس شبغه بالديكور هو ما يشيل أصلا. فاللي لقيته أنا مرة حلو ومرة زين بتشوفون إن شاء الله، بس أروح البيت ونصف فيه بإذن الله تعالى أغراض سارونا بمشيئة الله. الحين طالعين كذا نبغى ناخذ سارونا من الحضانة، قلت هي طلعت من حضانتها كذا فنبغى نطلع ناخذها وبعدين اشتراك ناخذ كنافة. والله ممتاز صراحة صح؟ هذا وقتها. يلا ونبغى ناخذ كنافة كذا معانا وبعد كذا نروح للبيت. طبعا خذيت كرسي للمكتب حقي أخيرا، كنت أدور كرسي بخشب بني يعني، فالحمد لله لقيت أبيض كثير، بس أنتم تعرفوني أني ما أحب الأبيض، مو ما أحب الأبيض أكره الأثاث الأبيض، لا ما أحب يطغل يكثر الأبيض داخل الغرفة، ودي كذا البني يكون أكثر شوي. فأخذت بني وكمان كمان إيش قلت بعد، وخذينا كمان الدولاب تمام. وعندي كنت باخذ أباجورات زي ما شفتوا، مع الأسف ما يعني ما ضبطوا. أنا عندي أباجورتين ثنتين من آيكيا بس جننوني. طبعا هذا الأباجورتين أتوقع من زواجنا صح؟ صح، لكن انه من ايكا ما شاء الله الحين عايشين عنده بس جديد. بس اللي عنده مكان نومتي غثتني غث مرضتني كذا اي والله. اللي عنده فراشي جهه فراشي انا كل ساعه وهي طايح كل خارشتني كل شوي. بس ما افكر اني ما اجيب اباجوره، افكر اني اسوي لها اعاده تدوير معاكم باذن الله تعالى بالقناه ونشوف مع بعض كيف تطلع. ما ادري لسه انا ما قررت يعني، فبنشوف او ارجع الزقها من اول وجه لانه حرام ارميها هي اصلا من ايكيا. فبشوف بعدين شو اسوي فيها يعني. اكيد الحين خلاص كذا قربنا من حضانه ساره نبغى ناخذها. خلاص جينا هنا حضانه ساره نبغى ناخذ كنافه اول بعدين نجي حضانتها. بعدين قلنا لا خلت تروح تفرفر معانا شوي، تحب تنزل مع ابوها اذا نزل. استناها تطلع من الحضانه اسم الله عليها، مشتاق لها بالحيل اذا راحت الحضانه. الله يا رب يحفظ بنيتي يحفظ لكم عيالكم ان شاء الله، واللي ما معها ظنا الله يا رب يرزقها ان شاء الله الذريه الصالحه. ان شاء الله يا رب ما يجي العيد الا كل واحده تتمنى الحمل، الله يا رب يرزقها كذا ويعطيها ويرضيها باذن الواحد الاحد. هلا هلا شاكي هلا. ايش هذه ماما انت سويتيها؟ واو صلى المسجد صلى الطفل بالمسجد لاداء صلاه التراويح. انت سويتيه اكيد. شوفي من في سياره، من هو هذا؟ يلا روحي اركبي يلا فوتي يا امي فوتي قولي بسم الله. هذا بابا هذا بابا وهذا اللي فوق ايش؟ هذا مسجد بابا. هذا قول لابوها هذا مسجد بابا اللي ابوها يصلي فيه، وهذا اللي تحت بابا. مسجد بابا هذه كاسه بابا. سوي كذا انا اسوي كذا انا اسوي كذا. شيلي ايدك شيلي ايدك شيلي ايدك. ما يحتاج ابدا يكون عندي ذره طبعا نهائيا. شيلي ايدك ضرتي موجودة وجاهزة. نسأل بابا. بابا بابا تحب ماما ولا تحب سارة؟ والله أنا ولا تناظرني. تخيلوا ذاك اليوم أبوها يبغى ينام جاي من الدوام تعبان وقال أبغى أنسدح بالصالة ماني داخل غرفة النوم. جاب مخدتين وجاء أنسدح بالصالة ما عنده بطانية، وتقوم تجيب بطانيتها وتقول يلا بابا نام حبيبي. بعد ما أنسدح تقوم تغطيه وتغطي رجوله وتوازنه وتروح.
ولا دخل دورة المياه. يلا بابا، يلا حبيبي، يلا طعام. أنا ولا شيء. يلا حبيبي، يلا دور. وأنا بقول حبيبي. يلا بابا. أنا ولا شيء. لا يلا ماما. هذا السوق، السوق القديم. مش سوق القديم، سوق النساء عندنا. هذا هو. من وعيت على الدنيا وهذا السوق حقنا. من يعني جينا لسكاكة وهذا السوق. بس وقفنا هنا نبغى ناخذ حلويات من عند حلويات حبيبة. هنا على اليسار ما شاء الله السوق مرة مليان. حنا على الشارع العام وهذا أحلى محل يسوي كنافة بسكاكة، اسمه حبيبة طبعا قديم. خلصت جينا شهنا. خلص هذا؟ خلصت جينا شهنا. ايش رايك؟ شفت ترى هذه حلوة. هذا بكم الكيلو؟ لا الثاني اللي بالنص. 45. خلاص اعطينا نص كيلو. تبغى الجماد؟ لا هذا. شوفوا على انه صغنون بس هو افضل محل حلويات بسكاكة. اعطاني قطايف، قطايف بالمكسرات. نبغى نروح السيارة. الاجواء حلوة صراحة. خلاص كذا طلعنا من محل الحلويات والحين رايحين نبغى نروح سوبر ماركت صغنون. في شوية اشياء ناقصتني بالبيت، باخذ شوية شوية موز، شوية كذا عنب علشان سارونا بالحضانة يعني. هنا أبغى أخذ بعض الأغراض اللي نقصتني. أبغى أخذ علبة جبن. يلا ماما أصبري. جبن شوف 27 32 27 21. أبغى حتى صنونة 8. لا هذه مرة صغيرة، هذه زينة. هذا كم لو سمحت؟ لو سمحت هذا كم؟ اوكي سوري. باخذ هذه بينار. تمام. يلا ماما باخذ شطة كمان. باخذ شطة، باخذ حبتين، باخذ اكواب الاندومي. واحدة قالت لي امسارا تبهي يسببون عطش. ما حسيت عطش والله. هنا باخذ كوسة، صندوق صغير هذا. تمام. بشوف ايش في بعد. هنا خذيت موز، هذا الباقي ما احتاج. بس خلاص خلاص. ولا باذنجان بس هذا. الموز قاعد يوزنه بس. يلا خذي. شوفوا في وردية هنا. ها وردية. تبين هذا؟ وردية. خذيت هذه الأغراض كلها. عصير. عصير. ابشري من عيوني. طب شلون كذا تاخذين ايس كريم؟ يمكن تذوب. طيب شلون كذا؟ والحين وقفنا كذا، وقفنا عند مطعم. هذا المطعم اتمنى يكون واضح. اسم المطعم مطعم تراث الجوف. نبغى ناخذ اكيد سحور علشان نروح البيت نتسحر. اليوم كذا فري كل حاجة. اليوم كذا يعني وسعت فيها صدري، ما سويت سحور. طبعا سويت فطور اليوم. على الفطور سويت المنتو الكذاب، وكمان سويت شوربة، وسويت سمبوسة جبنة، وسويت كستر. هذا كان أكلنا اليوم يعني. الحمد لله الله يربي يدوم النعم كذا. بس والله استنى زوجي وبنيتي يجون عشان أروح البيت. أبغى أتسحر بعدين بإذن الله تعالى. بوريكم الأغراض اللي جبتها من السوبر ماركت، وكمان راح أوريكم الدولاب. شوفي ايش في بغرفة جوا. فوتي. وش هذا؟ هذا حق سارونا.
وهذا ثاني يوم خلاص أنا نمت كذا وصحيت من النوم، حابة أوريكم كذا الدولاب اللي خذينه. هذا الدولاب نفس دولابي بالضبط، نفس خزانة ملابسي. ترى احنا ما نقولها دولاب، أنا أقولها عشان تفهمون علي، احنا نسميها خزانة ملابس، صح يا ماما؟ وأتوقع أن البعض كمان يسميها خزانة ملابس. شوفوا نفس خزانة ملابسي بالضبط، هي عبارة عن 4 أبواب. اخترت حاجة لها وللعمر خلاص، يعني هذه خزانتها بإذن الله تعالى لحد ما تدخل ابتدائي ونجيب لها سرير بغرفتها بعدين إن شاء الله، سرير خاص فيها. أنت سرير بغرفتي بس مش كبير مرة، لا سريرها عادي حق الأطفال تنام عليه، بس بعدين لا بنجيبها سرير خاص فيها ونحط بغرفتها يعني. ما علينا، هذا الدولاب شوفوا. أول حاجة من هنا اخترت حاجة كبيرة وتشيل، نفس خزانتي بالضبط. فوق طبعا يبغانا مسح، فوق هنا أعلق ملابسها، شوف التعليق مرة كبير تمام. وهنا تحت إذا حاب أحط صناديق تخزين ولا أي شيء ياخذ. حلو. طيب نجي الحين للباب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الباب الثاني، طبعا الباب كمان في رف من داخل، يعني عندي رفين. حلو كده، مرة حابة الدولاب. هذه حاسة أن ركبوها بالخطأ، هذه أحس إن ركبوها بالمقلوب أو هذه ماني عارفة، بس واحدة منهم، يا هذه من القطع تركبت بالمقلوب، إحساسي يعني، لأنهم أصلا يوم جابوا الدولاب جابوه مفكك. ما علينا، مو مبينة أصلا، خلاص كذا. طيب هنا تحت هذا اخترت، يعني كنت رايحة أدور دولاب وهدرج، ليش؟ علشان هذا يكون هنا بجايمها، بجايم لأني باستمرار أخذها، فهذا راح يكون بإذن الله تعالى درج البجايم. وآخر حاجة عندي هذا الدرج، شوفوا كمان في درج هنا، مرة حبيت الدولاب حيل كبير. خلاص هنا عاد إذا بأحط بحب أخزن البطانيات حقاتها، مفارشها، فراشها، كله إن شاء الله راح أخزنه هنا التخزين حقها. كمان إذا حابة أستغل من الدولاب، كمان فوق الدولاب أقدر يعني أحط أشياء أخزنها، أرفع صناديق، أرفع حاجة. جبت صراحة حاجة كبيرة حلوة مرة. هذا الدولاب يا بنات سعره كان 850، أعطانا إياه ب700. تلقونه شفتوا مفروشات خلف، المحل اللي مقابل مفروشات خلف بسكاكة، عنده صراحة مجموعة كبيرة من الدواليب طبي وتخيري، بس حنا عجبنا هذا وخذيناه. زي ما قلت كان ب700 وحسب النياب كان 850، حسب النياب 700. تعالوا الحين خلوني أوريكم الأغراض اللي أنا خذيتها للمطبخ. هذا إيش؟ هذا حطي هي بطانية. أيوة بس مكياج. مكياج؟ هلا الحين أوريكم الأغراض اللي خذيتها. شوفوا ما خذيت أشياء كثير، خذيت تانك بالليمون، خلاص سعره كان تقريبا 18-17 ريال. إن شاء الله. وخذيت كمان علبة جبنة كريمية، خذيت بينار سعرها كان 19 ريال. كنت أبغى أصور داخل الماركت أمس، بس مع الأسف جوالي طفى الشحن يعني. وكمان خذيت علبة بوك كريمة الطبخ، برضو خذيت أوقات صارون الصبح بتصحى تقولي ماما سندويشة فأبلف لها جبن ولا كذا، خذيت لها واحدة بوك بس. خذيت كمان كوبين أندومي، واحدة قالت لي أم سارة ديري بالك عطش، والله يا بنات ما حسيت بعطش يعني، كليتهم علي ألف عافية زقطتهم. هنا خذيت كمان، خذيت علبتين شطة طالع، الشطة اللي عندي طبعا رنا معروفة سعرها 1.5 ريال تمام. هنا خذيت موز تقريبا طلع علي 7 ريالات و84 هللة، هذه علشان صارونا بالحضانة أحسن ما أحط لها قطعة حلا وشوكولاتة مثلا، لا أحط لها قطعة حلا وموزة تكفيها مع أكلها طبعا مع الوجبة. وآخر حاجة هنا خذيت صندوق كوسة صغير. حلو. طبعا وإحنا طالعين خلاص، إحنا مرين إلا في ولد كذا تقريبا عمره 13 قاعد يبيع خضرة بالشارع، فقال زوجي خلنا ناخذ منه يعني نجبر بخاطره، فخذينا فعلا، خذينا كرتونة باذنجان كبيرة. هذا يا بنات كله عضوي، هذا عضوي محمية يعني،
هذا باذنجان ب 15 ريال تخيلوا بس. وهنا هذه البندورة كمان عضوية محمية لا مرشوشة ولا أي شيء. سعرها كان يا أم سارة 35 ريال. طيب هذه كانت كل المشتريات اللي خذيتها اليوم، وهذا كان فيديو اليوم. كان يفترض أنه ننزل اليوم لساك وأصور لكم، بس مع الأسف وصلنا محزة أذان لأني ناوي أجيب حاجة للصالة كذا، فوقت رحنا كان يعني بواني قفلوا. المهم الحين تعالوا معي بوريكم نفس الشوارع اللي أنا مشيفها أنا بالليل، شوفوا الحين معي بالنهار ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هنا أنا بيتي يا بنات موجود كذا بمكان ريفي، مكان بسيط به مزروعات. كذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونين استمتعتي واستفدتي. إذا حبيتي الفيديو لا تنسين تدعميني بلايك، وإذا حبيتي القناة حياكي الله واشتركي عندي. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، استودعتكم الله.